النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية. وكلاء تويوتا ولكزس. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر توقعات وآخر تحديثات الحالة الجوية في المملكة خلال اليومين القادمين. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بحركة السحب الواردة لدينا هنا مباشرة إلى طقس العرب. توضح هذه الخرائط وجود سحب متوسطة الارتفاع تغطي الواجهة الغربية في المملكة. هذه السحب هي عبارة عن مقدمة لجبهة هوائية باردة متوقع أن تنشأ مع ساعات عصر ومساء هذا اليوم فوق كامل المنطقة سوريا لبنان فلسطين والأردن، تؤدي إلى هطول زخات أمطار رعدية مترافقة أيضا بزخات من البرد. هذه الجبهة الهوائية الباردة تابعة لمنخفض جوي كان قد تمركز في وقت سابق فوق جزيرة كريت اليونانية وتحرك بالاتجاه الشمالي الشرقي صوب داخل الأراضي التركية. يكون تأثير هذا المنخفض الجوي هو من الدرجة الثانية الاعتيادية وفقا لهذا مؤشر طقس العرب الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد. يكون هذا المنخفض الجوي يتبع الدرجة الثانية الاعتيادية. إذن أمطار متوقعة مساء هذا اليوم بمشيئة الله في شمال المملكة في وسطها في بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية في الكرك والطفيلة تحديدا. تكون الفعالية الجوية أكبر كلما اتجهنا نحو شمال المملكة بمشيئة الله. يترافق أيضا هذا المنخفض الجوي بانخفاض على درجات الحارة بحيث تصبح أقل من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت العام ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية. كما نلاحظ أيضا هذا المنخفض الجوي يمتاز بسرعة حركته وتأثيره على المملكة لفترة وجيزة. إذا نلاحظ معكم انحسار المنخفض الجوي في القسم الثاني من يوم الجمعة بعيد ساعات الظهيرة والعصر في المملكة. عموم مناطق المملكة ستشهد يوم غد الجمعة رياحا نشطة هبوبا رياحا نشطة عدا أقصى المنطقة الشمالية مثل محافظة إربد شمال وغرب محافظة إربد ستستمر بالتأثر في هذا المنخفض الجوي ليوم غد الجمعة. طبعا بالحديث عن القسم الأول من اليوم في حين تكون أو يكون تأثر المملكة ببعض بضعة ساعات لهذا المنخفض الجوي مع ساعات مساء هذا اليوم، لذا هو يتبع الدرجة الثانية الاعتيادية. إذن أجواء غالبا غائمة متوقعة مساء وليلة القادمة، توقعات بهطول زخات أمطار رعدية مع ساعات الليل الأولى في عدة مناطق بما فيها العاصمة عمان، قد تترافق ببعض زخات من البرد أيضا بهبوب لرياح نشطة مع 6 درجات مئوية هي الدرجة الصغرى المتوقعة خلال الليلة القادمة. التوقعات الخاصة خلال الثلاث أيام القادمة نلاحظ معكم هبوب رياح نشطة يوم غد الجمعة في العاصمة عمان مع ضعف توقعات الأمطار في العاصمة. تستمر الأمطار بحول الله في محافظة إربد أقصى شمال المملكة. يوم السبت استقرار على الحالة الجوية، يوم الأحد هنالك تأثير محتمل لحالة من عدم الاستقرار الجوي، تجدد تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، أيضا تجدد فرص الأمطار في عدة مناطق في المملكة، نتحدث عنها بتفصيل أكبر خلال الأيام القادمة. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.